اوكي، ايباد ميني 6. اخر مره سووا تحديث لهذا الايباد كان قبل سنتين وشهرين تقريبا، او اكثر من سنتين وشهرين، من اعلنوا عن الايباد ميني 5 واللي كانت معظم تحديثاته تحديثات داخليه فحسب. لكن هاي المره اكو نظريتين للايباد ميني الجديد، وحده من عندهم اقوى من الثانيه. اوكي، الايباد ميني القادم واحد من اكثر الاجهزه او التابلت او الايباد اللي يطلع عليها المستخدم البسيط بسبب الحاجه الثانويه كجهاز ثانوي، يعني ما راح يحتاجه يستخدمه كحاسوب اولي او كحاسوب رئيسي او ككمبيوتر مثل ما نشوف في الايباد برو الجديد، لكن كشيء ثانوي كجهاز ثانوي، وبسبب السعر المادي اللي يكون رخيص بالمقارنه مع باقي التابلت او الايباد. ومثل ما ذكرت اكو نظريتين لهذا الايباد الجديد اللي راح يكون او راح يصدر هذا العام او العام القادم. النظريه الاولى تقول انه راح يحصل على تغيير جذري او ديزاين جديد كليا مثل ما شفنا ويا الايباد برو بالحواف الحاده، يعني بالحواف المضلعه او المربعه، وبنفس الوقت راح يكون تصميم الشاشه مختلف، يعني راح تكون شاشه متكامله مثل ما قلت لكم، مثل ما صار ويا الايباد اير 4 اللي تم اصداره العام الماضي. وهم يعني راح يكون زر الهوم غير موجود، وبنفس الوقت راح تكون التاتش اي دي موجوده على زر الاغلاق. هذا هي النظريه الاولى، على الرغم انه اني استبعد هاي النظريه، لانه وين راح تخلي هذا الايباد؟ وين راح يكون مكانه؟ هل راح يكون بنفس الحجم اللي راح يكون مثلا الايباد اير، او هل راح يكون اصغر؟ زين، شنو اللي راح تكون موضعه من الاعراب؟ يعني شنو مكانه بالنسبه للايباد الجيل التاسع؟ على الاكثر اعتقد هذه نظريه مو حالي، هذه نظريه مستقبليه، يعني ممكن السنه القادمه، ممكن السنه اللي بعدها. فعلى الاكثر انه انا اتوقع هذا الشيء ما راح يصير ويا الايباد الجيل السادس او الايباد ميني الجيل السادس. لكن النظريه الثانيه انه راح نشوف ايباد ميني 6 محدث، وراح نشوف هذا الجهاز بالنصف الثاني من هاي السنه، يعني بالنصف الاخير من هاي السنه، ممكن بعد الصيف، ممكن بالشهر التاسع، ممكن بالشهر العاشر. لكن اكيد انه او شبه اكيد شبه اكيد انه راح نشوف هذا الجهاز بالنصف الثاني من هاي السنه، مثل ما شفنا هذا الشيء بالعام الماضي ويا الايباد اير والايباد الجيل الثامن. من المتوقع انه نشوف هذا الايباد الجديد او الايباد ميني 6 بالنصف الثاني من هاي السنه، ممكن شهر التاسع، ممكن شهر العاشر، ممكن شهر ال11، مثل ما سوت ابل بالعام الماضي في اخر 3 اشهر تقريبا، اخر 3 4 اشهر اصدرت بعض المنتجات كل واحد على حده وبالتوالي. لذلك اتوقع انه يكون هذا هو الايباد الجديد. لكن شنو هي التغييرات اللي راح يحصل عليه؟ بالعموم راح يكون نفس التصميم او نفس الديزاين، حتى كانت عندنا صوره مسربه مع الايباد برو والايباد برو 12.9 انش، لكن ما تم الاعلان عنه، لكن هاي الصوره كانت موجوده. والتغييرات الرئيسيه راح تكون بالشاشه، الشاشه هالمره راح تكون عندنا اكبر 8.4، راح تكون شاشه بحواف اقل لكن مو معدومه مثل الايباد اير او الايباد برو بالديزاين اللي هو حديث كليا، لا راح يبقى نفس الشيء، اكو حواف، وراح يبقى اكو زر الهوم او زر الشاشه الرئيسي، فراح يبقى نفس ما هو اللي راح يكون بيه تاتش اي دي، لكن الشاشه هنا راح تكون اكبر والحواف نوعا ما راح تكون اصغر 8.4 انش. هذا في الشيء جيد بالنسبه لايباد اسمه ميني، وهذا كلام حسب المسرب اللي سرب منتجات ابل من شيكو، اللي تسريباتها توصل الى 76% او دقتها توصل الى 76%، يعني معظم تسريباتها تكون دقيقه وحقيقيه. لذلك هذا هو الكلام اللي نعتمد عليه من خلال هذا المسرب. اضافة الى الديزاين العام او الى الشاشة اللي راح يكون حجمها كبير، راح يكون عندنا شغلات داخلية افضل، ممكن نشوف معالج احدث، ممكن نشوف معالج A14 بايونيك في هاي اللحظة اللي راح يتم بها اطلاق المعالج A15 بايونيك، ممكن نشوف الـ A14 بايونيك بالايباد ميني الجديد. لذلك هذه هي التقديرات اللي راح يحصل عليها الايباد الجديد، معظمها راح تكون داخلية وشاشة اكبر فحسب. اما بالنسبه للديزاين مثل ما قلنا راح يبقى نفس ما هو، والاطلاق راح يكون في النصف الثاني من السنه، اتوقع راح يكون في شهر سبتمبر او اكتوبر على الاكثر. وبالنسبه للنظريه الاولى اللي ذكرتها، فالحواف الكامله والجهاز المختلف الجديد كليا راح يكون اعتقد على السنه القادمه على اقل تقدير، مو هاي السنه. وبالنسبه لل 120 هرتز فاكيد ما راح يحصل على 120 هرتز، راح يبقى هذا الشيء خاص بالبرو، بسلسله البرو حتى تقدر تميزها عن بقيه السلسله.
لانه لو حطوا ال 120 هرتز بالايباد ميني فش بقوا للايباد اير اللي يجي حاليا فقط ب 60 هرتز، فاعتقد تبقى ال 120 خاصه بالبرو، وراح يبقى يدعم بعض الاكسسوارات اللي راح يدعمها حاليا، بما انه الجهاز نفسه راح يجي بنفس الفريم نفس الابعاد مال الظهر مالته، فراح يبقى يدعم نفس الاكسسوارات ونفس القلم اللي هو الجيل الاول. ممكن نشوف شغلات اضافيه، لكن على الاكثر اعتقد هي هاي التحديثات الوحيده اللي راح نحصلها مع هذا الايباد القادم، وهذا هو اكثر شيء منطقي نقدر نحكي عنه حاليا. بقيه الفيديوهات تحكي عن ديزاينات جديده واشياء جديده، هذه الاشياء قد تكون مو منطقيه وما مستنده على اخبار حقيقيه او مو حاليه، ممكن تكون مستقبليه. الشيء الوحيد اللي اتمنى اشوفه بالجهاز القادم هو اليو 1 شيب اللي يسمح لك انه تتبع الجهاز بامكانيه جدا جدا قويه، مثل ما شفنا بالاير تاجز اللي سبق وحكيت عنها انه تقدر تتبعها الى حد مكانها وين موجوده، خصوصا مثل الايباد ميني اللي راح يكون نوعا ما جهاز اصغر من الايباد العادي او من الايباد برو او من الايباد اير، فممكن انه يتعرض انه يضيع او في شيء. فنتمنى انه نشوف ال1 يو اي تشيب بكل اجهزه ابل القادمه ايا كانت صغيره او كبيره، اتمنى اشوف هاي الخاصيه موجوده بكل مكان وما تعتمد فقط على الايفون او على الساعه او على السماعات او على الاير تاج، نتمنى اشوفها بكل منتجات ابل صغيره وكبيره، على الرغم انه بعض المنتجات جدا كبيره ما راح تحتاج هاي الامكانيه لانه انت ما راح تحتاج توصل لها بهاي الدقه لانه حجمها راح يكون كبير، لكن اتمنى على الاقل يكون موجود بالايباد ميني القادم. وبس هذا هو فيديو اليوم عن رايي واعتقادي عن الايباد ميني 6 القادم ان شاء الله اللي راح نشوفه نهايه هذا العام. وكالعاده اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك، تشتركون بالقناه، تفعلون زر الاشعارات حتى لا يفوتكم اي فيديو من هاي الفيديوهات اللي اقدمها ان شاء الله. سلام.